عندما يكون تعليم أبنائكم اهتمامكم الأول في الحياة. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علم البيان. بقوة العلم تقوى شوكة الأمم، فالحكم في الدهر منسوب إلى القلم. سوف نضع بيكربونات الصوديوم. إننا الفلاح وتاجنا أخلاقنا. نسعى إلى طلب العلوم وفهمها حتى تضيء أرواحنا. للدين والدنيا جمعنا أمرنا كي لا يضل عن الحضارة. إلى هنا إخواننا، هذه الأزهار في باقاتنا، الله نسأل أن يصلكم عبيرها. وإلى لقاء متجدد.